اللهم إني أستخيرك بعلمك، اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم. اللهم إني أستخيرك بعلمك، اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم. فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، واقدر لي الخير حيث كان، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به. اللهم إني أستخيرك بعلمك، اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم. فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم. Résous-toi de prier et sache que l'intention émane du cœur. La langue n'y est pour rien. En effet, le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, commençait la prière en disant Allahu Akbar. Et les mains. De fixer le regard sur le lieu de ton agenouillement parce que ça mène à l'humilité. Tâche de regarder là où tu te prosternes car cela inspire davantage l'humilité et la soumission. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر.
سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، الله أكبر. Of the toes of the right and La prosternation. La prosternation dans la prière consiste en particulier à permettre aux sept organes de bien toucher la terre. Les sept organes sont le front avec le nez, les deux mains et les deux genoux, et les pointes des deux pieds. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit « La prière de celui dont le nez ne touche pas la terre en priant n'est pas exacte. » Il faut aussi espacer entre les bras et le flanc et entre les cuisses et le ventre. Tiens droit les pieds et joins-les en pointe. Il ne faut pas non plus coller les bras à terre car c'est là une faute très fréquente. Évite surtout de coller les bras au sol. C'est une erreur que certains commettent. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit « Prosternez-vous avec modération et ne tendez pas les bras comme font les chiens. » N'oublie pas, mon frère le musulman, de te prosterner en toute quiétude. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a interdit le béquet de corbeau, c'est-à-dire le fait de ne pas prendre son temps en se prosternant. Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Allahu Akbar. Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, Allahu Akbar. Subhana Rabbi al-A'la, سبحان ربي الأعلى سبحان ربي أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر ربي اغفر لي ربي اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إني أستخيرك بعلمك، اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم. اللهم إني أستخيرك بعلمك، اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم. فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، واقدر لي الخير حيث كان، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به.